جت في عم حته نقول نغني تفصل. سبحان الله مش باين ان احنا فقر والله العظيم، اقسم بالله 809 عالم فقر، 814 فقر. والله العظيم انت عالم فقر. انا ساعه عمال تقول لك اختار 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 وتصل زي الفل، جت تغني بوب. يا ريتنا كنا تعجينا يا ربي. يا فقر يا ابن الفقريه، نفسي افرحك نفسي افرحك. قاعد في وش امي اول ما البت الحلوه جت نطاح. شكرا. انا اسف والله، بحاول 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 بجيب لكم، بحاول اعمل ايه اعمل ايه ده تمام. حتى الاحزان مش راضيه بيا. يا ابن الفقريه يا يوسف. والله يا يوسف ياض، والله والله العظيم انت عسل يا يوسف. حتى خد يا يوسف، حتى يا يوسف الاحزان مش جايه معانا سكه. زال صوتك كان حلو، انا راحت ماشي. حصل كرشنا لا يا يارا لا. طب ايه علاج الخذلان ده يا جو؟ عشان كل اللي وثقت فيهم استغنوا. ده عشان انت وثقتي، انا ما بثقش. انا لا بحط توقعات على حد ولا بثق على حد. انا يا باشا بطل لوحدي. شايف البطوله؟ بص كانت بطوله، انا زي الفل، انا ما بثقش في حد. انا ماشي بمبدا اللي هو ان شاء الله تبقى كويس، ما بقتش كويس طيب لا يكلف الله نفسي الا ما بوسع. زي الفل والله، صوتها جميل بصراحه، والله يا صوتها حلو، بس انتوا العالم فقر. انا شايفاك احلى واجمل واحد. نط لي جوه الشاشه. بحبك والله العظيم. وانا وليه يا اسطى، انا بسجل قول لي كلمه كل سنه وانت طيب يا غنيم، عشان ما بتقولش ماشي يا غنيم. سجل كل سنه وانت طيب يا غنيم، سنه سعيده عليك وعلى اللي خلفوك، يا رب تبقى احسن سنه في حياتك، تقلقش هتبقى سودة عشان انت ابتديت بيا. خلينا نتفق على كتاب كل اسبوع نقراه مع بعض ونتناقش فيه هنا ونستفيد من اللايف. ممكن نقرا الكتاب اللي انا قلت عليه ده النهارده، انا مش فاكر اسمه، استنى اجيبه لك. اسمه يسمعون حسيسها. يسمعون حسيسها. مؤاخذه في حسيسها دي، مش صح يا بت يا شيمو؟ والله العيال دي بتفهم، عشان كده بحبكم. الفقر بيجري ورانا، ده بيجري. بص يا بت يا نادين كده. ده على فقر، اول ما البت الحلوه جت تغني صوتها حلو. طب النت اهو. جو ازاي اعرف اسيطر على عقلي؟ يا السؤال ده حلو قوي يا بودة، السؤال ده حلو قوي يا بودة. ازاي اعرف اسيطر على عقلي؟ هو المفروض عقلك اللي يسيطر عليك. ايه ده؟ ايه يا بودة ده يا بودة؟ المفروض عقلي اللي بيسيطر عليا، اللي بيخليني اتحكم في جسمي وفي ميريتي. يا وليه الاسماء الغريبة دي؟ يا وليه الاسماء دي يا وليه؟ ميريتي ماشي، لزقت في الترنك. هي دي، هي دي يا اسطى اللي لزقت في الترنك. ترنك اميخة. يا جو انا مش عارف، بعد ما دخلت طب حسيت ان ده يا ابن اللعيبة ده، انا اسف. لا هي اكتبه تاني، ده اكتبه تاني، شيلي تاني بقى عشان خاطر حظ النحس خلاني اقفل التسجيل قبل. يا شيري. ربنا يسعدك يا شيري، كنت البابا قلت لك ربنا يسعدك. جو انا ابتديت مع مدرس ايطالي كده، وحرفيا طريقته زيك كده بالظبط، ونفسي ضحكتك وكل حاجه. ربنا يسترك والله. اتعلم ايطالي ده حلو جدا، احنا عايزينك انت يا جو. الله يسترك يا بودة. والله بودة انا اخبار الكورونا معاك ايه؟ بصي اهو اوضح لك ازاي اهو كتير قوي. اقفل الترنج هتبرد. شاف ولا شاف ولا انا انت ده قاعد بس ولا ده ابرد؟ لا معلش ابرد ولا حاجه خالص. شوف شبك صعب قوي. ازيك يا بت يا ريم؟ ازيك وزي امك؟ ازيك يا بت اللي بترسمي؟ ازيك يا لولا يا لولو؟ ازيك يا بت اللي بتعملي كراميش؟ بتعمل كراميش حلو يا بت. شكرا يا ديني. بترشي على حجر كولونيا دي يا دنيا، بترشي على حجر كولونيا. ايه ده؟ يا ولية اللي تكلم.
خش بس ان شاء الله ترجع يا اخويا. طيب ماشي، ما تجيب رقصة. ايه يا اسطى ما تجيب رقصة؟ يعني اغنية اكيد. صح، انا اكيد اكيد انت قصدك اغنية. المشكلة جو انهم طالبين خبرة وواسطة، فاهمني؟ ما ترميش على الواسطة، اكيد في شغل من غير واسطة، واكيد في شغل من غير، اكيد اكيد، مع ان في واسطة، انا مؤكد، عارف الموضوع. جرحي مش جرح، مش حجري. انا بقرا حبيب. ازيك يا حبيب؟ احمد، ازيك يا ابو حميد، ازيك يا بسبوسه يا اسطى؟ فين النسوان؟ احنا هنحصل ايه؟ مش واخد بالك يا ابو حميد؟ منور والله. اخويا جو المشهور، اخويا. ازيك يا بوش بوش، ازيك يا بوش بيشو؟ يا جو، طول يا جو، انا طول عمري مش حاطط كلمه بيست فريند في حياتي، ايه رايك؟ والله يا مي زي الفل، لو انت بعيد عن الناس فده فكرة حلوة. كفاية بقى عشان جو راح يرتاح. اه والله صح، بتتكلم عن ايه الكتاب؟ والله انا معرفش، انا لسه هبتدي، بس هو خزان احزان، فقشطة يعني، انا شغال في اي خزان احزان. ازيك يا ميري؟ فترة الوسط دي حاجة صعبة جدا، لا متقبلة ارجع للاول ولا قادرة. ما عندي شغف. الشغف بيرجع بالتدريب. بالتدريب كنت قريت عنه، ده هبقى اقري لك عنه واقول لك تاني. انت شارب ايه ولا ايه؟ انت شارب ايه ولا ايه؟ هو لو انت يا تيفا قصدك تتريق عليا، عيد الكومنت تاني. الله يسترك، عشان بس هتوحشني حبيبي يا تيفا. ايه رايك في ادمان الخيار؟ انا فاتح لايف من تاب المدرسه. شاطر يا اسطى، هديك استغلته في حاجه، يا ريتك كانت حاجه حلوه. وانا ينفع ابعت لك حاجه وتقول لي انا بعرف اكتب حلو ولا لا؟ اه طبعا، اي حاجه انت عايزها ابعتها لي، اي حاجه. جو انا مش عارفه اتعامل مع بابا. استني، ممكن تقول لي اعمل ايه؟ حط صورتي. والله العظيم يا ولاد انت قلبي، حط بص اسمى الصوره، حط صورتي وصورتها. الله يسترك والله. ما تخشيش في نقاش مع ابوك، دي اغبى حاجه ممكن تعملها في حياتك، ان انت تخش في نقاش مع ابوك. ابوك ده اللي يقوله صح، ولو قال غلط يبقى صح، والصح بتاعه صح، طب والغلط بتاعه صح. دي عينك، دي جت بعد خبره. اه والله انا دلوقتي الحمد لله ما بتخش معاه خالص. ليه؟ يقول لي يمين، ابقى انا عايز شمال، اروح مع يمين. طب يمين غلط، لا لا اروح شمال زي ما هو عايز. معلش انا ضيق في الحته دي، روحوا انتوا. يعني انا رحت معايا مع ابويا دي مشاوير انا عمري في حياتي كنت اروح. ودخلنا وجي بي اس قايل لي كده كده، يقول لي هو كده. اقول حاضر يا باشا. انا لقيت مره نفسي قدام معديه، يعني ابويا يعني لو كنا كملنا كنا نزلنا البحر. يا باشا انت عايز ايه؟ حاضر يا ابني، قول حاضر. ازيك يا ميري؟ ازيك انت وزي امك؟ احلى حاجه في الكتاب انه 148 صفحه. حلو، انا ما اعرفش هو كام صفحه. افضل كتاب قريته يا جون ايه؟ والله يا ابو حمدي انا بحبك كده يا حمدي، عارف ليه؟ عشان انت في سن بتسال على الكتب. انا بحبك يا اسطى، والله العظيم تلاته انت بتفهم يا ده. انا بحبك يا اسطى، اعمل لك اقرا يا اسطى اي كتاب، اي كتاب يا اسطى يجي على مجالك اقراه، اي حاجه اي حاجه اي حاجه اقراها. في يوم من الايام حتى لو هو كتاب تافه، في يوم من الايام عقلك لو اتمرن على القرايه هيجي بقى في ايدك الكتاب المهم فتقراه فتستفيد. صاحبتي مدمنه اكل صابون. لا اله الا الله، اللي تموت منه يا برو الحقني، انا بدات افكر في الجواز. ارجع 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 يا ارجع يا مهوب يا مهوب. ارجع. لا يا نور، لا ده انت عاقل، ده انت صاحبي. انت شارب ايه؟ بهزر. ماشي يا تيف، هزر براحتك يا اسطى. نزله بي دي اف وطلع الروايه. طب هقول لك على حاجه، هنزله لكم بي دي اف وانزله على ال، لا 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 مش هينفع الفيس عشان هيعملوا لك كوبي سترايكر ويقفلوا لي الصفحه تاني. ابعته لكم على الانستجرام، هدور عليه وهبعته لكم على الانستجرام. اي حد يبعته لي على الانستجرام. حاضر. اول مره اتعلق بحد قوي كده على السوشيال ميديا وتابعه. هي بتصوره. تعمل ايه لو بتحب حد من بعيد ومش عارف تقول له بسبب انك ما عندكش دخل ولا شقة ولسه طالب جامعي وخايف تروح منك؟ خليها تروح يا دي. احمد اسمع كلامي، والله العظيم خير فيما اختار الله، ما دام انت مش مؤهل. ليه؟ لان انت هتربط نفسك بيها وهي تتربط، فهيجي السر العربي هوبا. هتاخد واحد واحد، هيجي ابن خالتها يقول لك اصل انا جايب مروحه فريش. انت تعرف تجيب مروحه فريش يا احمد؟
انت بتنزلني فوري؟ اه لا مش بزلك، انا بقول لك عشان انت هتتجرح بعد كده. لا يا باشا، هي من بدايتها كده اتكل على الله، وانا لما ابقى جاهز هشوفك هل انا مناسب ليك ولا لا. مش مناسب خلاص، لكن انا اتعلق بيها. ابو حميد اسمع كلامي، هي البنت كده كده بتتجوز قبل منك، وابوها هيتنك عليك وهيقعد عامل كده. بص يا احمد والله العظيم، ابوها العره، ابوها الراجل الناقص العره ده، والله لا هيقعد يعمل كده يقول لك انا بنتي لازم تعيش. هقول لك والله بلاش عشان دي فضائح.